بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي كيراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله. اليوم عندي مدة طويلة ما سجلت لكمش هكا على المباشر. المهم اخواتي، بغيت ندير معاكم اللايف لكن للاسف يعني ما على باليش الوقت اللي يساعدكم. المهم اخواتي، ان شاء الله نحاول نخليكم في المنتدى الوقت اللي نقدر ندير معاكم فيهم اللايف بحول الله. المهم هنايا غادي نفوتوا اليوم الموضوع اللي بزاف الاخوات راسلوني عليه وقالوا لي في التعليقات عليه، اللي هو تحضيرات رمضان. انا كنت حطيت الفيديو اخواتي عنده شهرين تقريبا، يعني كنت حطيت لكم مدة 5 أشهر قبل رمضان، يعني 5 شهور قبل ما يلحق رمضان كنت عطيت لكم خطوات بزاف كيفاش نديرو نحضروا رواحنا قبل الشهر الكريم ان شاء الله، بخطوات اللي يكونوا سهلة وعلى حسب المقدور. يعني حاولت نلبي كاع الاذواق وكاع الطلبات وكاع الفئات. طبعا كما تعرفوا نحاول انني ندرس كاع الامور ونعطيكم على حسابهم. في الاخير خرجت انا باش نعطيكم الخلاصة، وكنت لمحت لكم في الفيديو السابقة انها عندي ميل لنوع من التحديات، يعني التحدي اللي نكون انا نرتاح فيه اكثر واكثر. كنت عطيت لكم هذاك الشيء، واليوم ان شاء الله غادي نهضرها معكم بالتفصيل. التحدي اللي اختاريته انا اللي مساعدني انا، انتم اذا ما مساعدكمش خيروا من واحد من هاد التحديات اللي كنت هدرت عليهم في السابق. هدرت على 5 أشهر قبل رمضان، كنت هدرت لكم على تحدي الدراهم. كنت قلت لكم كاين اللي يقدروا في 5 شهور كيما تقدروا من هاد الشهر، من شهر جونفي ديروا، يعني مازال الحال الحمد لله رب العالمين نقدروا نديروا بزاف امور. عندنا تحدي دراهم، قلت لكم سواء تخيروا 100,000 كل شهر ولا 150 ولا 200,000، في اخر المطاف غادي يكون عندكم يا 500,000 في رمضان يا 750,000 يا مليون بها قضية تاع رمضان، تشرو بها على الأقل الكماليات اللي قلت لكم الأجبان واللحوم والمكسرات هما اللي يدوا دراهم بزاف في رمضان. المهم هذا كان التحدي الأول، هو تحدي الدراهم. من الآن تقدروا ديروه في هذا الشهر، باقي 3 شهور إن شاء الله، جونفي فيفري مارس، من بعد عاد في أفريل عاد باش يجي شهر رمضان إن شاء الله. يعني تقدروا ديروه كيما تقدري ديري 100,000 200,000 ولا 300,000، دسيها من الشهر هذا شهر الآخر، اكيد ان شاء الله في شهر افريل غادي تلقى عندك واحد الحسبه مليحه تقدري تشري بها عادي. هذا بالنسبه اللي ما يبغوش يوجدوا ويحضروا ولا يشرو صوالح من قبل، قدوا في اخر المطاف تروحوا تشرو عادي جدا. التحدي الثاني اللي كنا درناه هو تحدي القضيان. كنت هدرت لكم على تحدي القضيان، هذه ثاني 5 شهور ولا كنت قلت لكم عليه. قلت لكم يا اخواتي تحدي القضيان اللي عندها دار الخزين، اللي عندها ستوك ما غاديش تنغبن، يعني انا القضيه راهي عندها كيما انا ستوك تاعي نبدا نستهلكه من شهر افريل، فعادي جدا انني ما نديرش قفه رمضان ولا كرتون رمضان ولا كما سماوها الاخوات. لهذا الامر انا ما درتهاش، لهذا الغرض انا ما درتهاش، لكن نتوما تقدروا ديروها. كاين اللي عندها دار الخزين عندها ستوك، لكن دير كذلك كرتون رمضان. لماذا؟ لانها ماشي كيما مفيده ما تصرفش هي ولا ما تبداش في الستوك تاعها من افريل. كاين اخت تبدا حتى للصيف، كاين اخت تبداه مع موسم الاصطياف، يعني تقول لك نكون الاز حتى للشتاء، كاين اللي دير قضيه كاع تاع عام. المهم كل واحد وظروفه، فقلت لكم ديروا تحدي القضيان. تحدي القضيان عطيت لكم التحدي الاول، هو مثلا الشهر الاول حنا عندنا مثلا في خلال 4 أشهر نستفو نديروا مثلا، ولا نروح نجيب انا مثلا الشهر هذا نقضيت نقضي ندي حاجه من كلش، ندي كيلو سكر كيلو زيت كيلو ملح كيلو كذا، ونزيد نكمل هكا الشهر اللي موراه. يعني ندي كيف نقولوا نسلف على روحي ولا نسرق على روحي حاجه من كلش. وهذا تحدي كذلك الشباب، سواء بغيتي ديري به ستوك ولا ديري به قفه رمضان ولا كيما بغيتي انتيا. كاين تحدي ثاني هو تحدي الكماليات فقط، يعني نشري غير الكماليات فقط. مثلا بغيت نشري انا الزبيب ولا مكسرات ولا اجبان ولا طون ولا شامبينيون، نحاول انني نخلي يعني في القضيان تاعي نشري فقط الكماليات فقط، سواء نخصص له شهر مثلا شهر الزواج سواء نواسي شهر الاول نبازي على الاساسيات شهر الزواج نبازي على الكماليات وهكذا. كاين كذلك التحدي الثالث هو اللي نخبي اللحوم فقط. كاين لي مشكلة تاعهم في رمضان هي مشكلة لحوم، يعني عندهم اللحم يجيهم غالي ولا عفسة، تخبي سواء دراهم ولا تخبي الشهر الثالث تخبي غير اللحوم مثلا 3 شهور قبل رمضان ولا 3 شهور هادوك تاع اللي ساي فاتوا 3 شهور. الشهر الثالث هنا رانا في 5 شهور، الشهر الثالث اللي هو غادي يكون ان شاء الله شهر فيفري، هنا تقدي تخبي فيه اللحوم وفقط لو كنتي اللي تفضلوا اللحوم في المجمد. اذا كنتي ما تبغوش المجمد، كاين بزاف اللي ما يبغوش المجمد، فتقدي تخبي له دراهمه عادي جدا وترتبي امورك. دوك تشوف
تشوفوا معايا التخطيط تاع مفيدة انا شختاريت لي هادو اقتراحات انا مديت لها لكم وانتم تدوا اللي يعجبكم. كاين تحدي اللي هو في التحدي الثاني الشهر الرابع مثلا نعمل ولا تحدي نوع اخر اللي هو نعمل كرتون رمضان سواء ندير قفة او كرتونة ولا حاجة ونخبي فيها من كل حاجة. الا كان عندك ستوك كما قلت لكم ولا العولة ولا بيت الخزين فما غاديش تحتاجي ولا انك تخرجي من هذاك ستوك الكبير تخرجي ستوك صغير اللي هو ستوك رمضان. يعني هادو اقتراحات. كون درت معاكم التحدي الاخير واللي هو التحدي الثالث اللي هو مكتوب كل شهر، كنت سميته مكتوب كل شهر وهذا اللي تقريبا انا نميل له بزاف. لماذا؟ لاني ما نحسش فيه لا بريسيون، ما نحسش فيه الضغط، لانني نقد نتحكم فيه خصوصا مع الغلاء، خصوصا مع بزاف تاع الامور اللي كنت قلعتهم انا من الشهريه تاعي، وكاين اللي زدتهم، كاين اللي نقصتهم، كاين اللي حذفتهم نهائيا من الشهريه تاعي ولا من القضيه تاعي، ما وليتش نقضي كيما هاك. المهم اخواتي ان شاء الله غادي نشارككم لما نشري قضيه الشهر هذا الشهر، غادي نشارككم بحول الله تعالى الامور اللي تخليت عليهم نهائيا ما وليتش نجيبهم. المكتوب كل شهر هذا كنت سميته مكتوب كل شهر، كنت قلت لكم اني نخصص الشهر الاول هذا 5 اشهر اخواتي، هذا الفيديو عنده شهرين فاتوا، الان عدانا بقينا غير 3 شهر، بقينا جانفي فيفري ومارس، في هاد الشهور هما اللي غادي نبازو عليهم. لكن قبل كنت عطيت لكم قلت لكم الشهر الاول تقدو تدو غير الاساسيات، كوراكم ديجا قلعتوا الزيت السكر الملح القهوه لاتاي الخل الروز الحمص، يعني الاساسيات. الشهر الثاني اللي هو كنا قلنا دخلنا الكماليات، قلنا مشماش زبيب برقوق كسكس العسل المكسرات، يعني العسل بغيتو تخدموه السفه المقليه كما انا ندير شويه سفه مقليه، كيخليه كسكس فقط للسفه العاديه، يعني للسحور تاع رمضان وهكذا، يعني نقلع نوخر على روحي. كاين الشهر الثالث اللي كنا مخصصينه مثلا 3 شهور قبل رمضان، صاي نقلع على روحي التوابل اليابسه مثلا خطره على خطره، نروح نجيب قرفع واد، نجيب مثلا كركم حب، نجيب فلفلك الحب، نجيب قزبر حبوب، نجيب مهم كل مره نقلع عليا صوالح خصوصا التوابل اليابسه لانها ما تفقدش النكهه تاعها ولا القيمه تاعها. المصبرات نقلع عليا الطون، نقلع عليا من داك شامبينيون، نقلع الذره هذاك نزوقوا المايس، نقلع الزيتون، نجيب بيدو تاع الزيتون، يعني في الوقت تاع الزيتون هذا اللي الناس قلعت فالزيتون يكون موشيغ في اشهر في 3 شهور قبل رمضان. الشهر الرابع اللي هو نورمالمون يكون شهر فيفري نقلع انا اللحوم والاسماك، قلت لكم اللي يبغي المجمد يجمد، اللي ما يبغيش المجمد يقلع له دراهمه، يقلع على الاقل واحد لاصوم من الشهريه تاعه تاع الشهر فيفري ويخبيها مثلا للحوم والاسماك ولا يخليها حتى للشهر ولا يقلب الشهر الخامس والاخير يخليه مثلا للاجبان والبيض، يقلع يشري الاجبان المختلفه ويشري البيض بلاكه زوج ما يهمش ولا يخلي لهم على الاقل دراهمهم، يدير حساباته قبل رمضان هذه الفتره هذه بالنسبه للناس اللي امبريسيا وبالنسبه للناس تاع كل نهار وبركته وربي كما قال لك ما ياخذ كل نفس يعني بالشيء اللي عندها وكل حاجه واحده على حسابه، يعني انا ماني نفرض فيها حتى واحد. المهم اخواتي كل واحد ومقدوره، انا فقط هنايا باش نوضح لكم الامور ونعطيكم اقتراحات، اما السيستم تاعي مفيده كيفاه تمشي هذا هو السيستم تاع مفيدة. ان شاء الله انا ما كنتش اوبليجي باش نكتبها لكم لاني انا تقريبا اموري ما نكتبهمش في راسي، يعني هذا مود دو في، هذه طريقه عيشي، طريقه كيفاش انا نعيش، كيف انا توالفت نقسم. لكن للقناه وللمشتركات العزازات على قلبي والاخوات الغاليات وبنياتي اللي عاد راهم بادين حياتهم الزوجيه ما يعرفوش كي يتصرفوا ولا كيفاش يواسوهم، كاين اللي كل واحد وظروفه، ف نكتبهم لكم ونوضحهم لكم اخواتي باش نتوما تفهموا عليا داكوغ. مهم اخواتي هنا ما عندي لا نحذف صوت لا حتى والو، راني نهضر مباشره لا كاش ما خلطت في الهضره ولا غير سمحوا لي. المهم حبيبتي تحدي مفيده لرمضان 2022، كنت شاركت معكم 2021 الحمد لله وفقنا الله لهذا، اليوم ان شاء الله غادي نشارككم تحدي 2022، ربي وفقنا ان شاء الله، دائما الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله تعالى بالصحه والستر والهنا. لكن يكون عندكم هدف اسمى من الماكله، وسبق لي وهذا درتها لكم رسائل باينه واضحه وظاهره على القناه، كنت شاركتكم جدول الافطارات تاعي وكنت قلت لكم السنه الماضيه انني انا نفطر نهار بنهار، يعني رمضان نهار الاول نفطر فيه الضياف، النهار الثاني ما نفطرش فيه،
روبو، نهار الثالث نفطر فيه، نهار الرابع روبو، نهار الخامس نفطر فيه، نهار السادس روبو، وهكذا. يعني عندي نفطر نهار بنهار، عندي ضياف نهار بنهار نفطر فيه. يعني ومانيش اوبليجي باش نقول لكم، لكن باش نوضح لكم الامور، يعني باش تكون واضحه لكم الصوره. لهذا عندي اهداف نخدم عليها، اكو عارفين الشهريه، اكو عارفين كذا، يعني نحاول نوجد اموري. والشعار تاعي دائما هو اطعام الصائم، سواء تمدوا لها انتم قضيه، سواء تشروا لها القضيه، تشروا قضيان عادي يعني ريفيتايمون، تمدوه للناس اللي تعرفوهم محتاجين، سواء انتم الا كنتم من الناس اللي يجيب الزوج تاعك مثلا الناس يفطرهم، كما انا عندي ولادي وراهم كاع فاهميني الاخوات شكون هما ولادي، هذوك هما ولادي اللي نفطرهم، هذوك هما ولادي نخمم لهم في العيد، هذوك هما ولادي، الله ياجرني عليهم ان شاء الله، والله يجعلها في ميزان حسناتي، والله ان شاء الله حتى هما يفرحوا بوليداتهم بعائلاتهم وبديارهم ويرجعهم لاهلهم سالمين ان شاء الله. المهم اخواتي اللي عندها الاولاد كي حالتي بها ونعمه، اللي ما عندهاش الاولاد وعندها ناس واحد اخرين توكلهم، سواء الجار الاقرباء الفاميلا الايتام، يعني كل واحد نخصو له. داكو اخواتي، فان شاء الله غادي يكون اطعام الصائم بالنسبه لي ان شاء الله غادي يكون دوبلي، لانه ان شاء الله عندنا ايتام وعندنا كذلك الوليدات، ولادي انا اللي مدارين فطرهم كل عام. لهذا نوجد لهم، كنت درت التحديات تاعي تحدي مفيده، غادي ان شاء الله نديره وربي يوفقني فيه ان شاء الله. شهر جونفي 18 راه قريب 18 نورمالمون غدوة ولا شي با، المهم ان شاء الله الا كتب الله، الله يدخلها علينا بالصحه والستر ان شاء الله، نصرفوهم في الخير وفي الهنا. هذا مكان غادي ان شاء الله شهر جونفي غادي نقلع عليا بزاف تاع الامور، هذا تحدي. اضافه الى عندي في ستوك، الحمد لله عندي صوص طومات، عندي الليم المرقد، عندي سلطه فروي، عندي الهريسه بالانواع، عندي المندارين هذاك المحشي، عندي الكونفيتور تاع الكابويا، عندي بزاف تاع الامور، الحمد لله عندي الطعام، عندي الشخشوخه، الخير والخمير، يعني هذا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. زيد عليه غادي ندير ان شاء الله تحدي. لماذا؟ لان رمضان قلت لكم عندي فيه المصاريف. شنو غادي ندير؟ تحدي الاساسيات شهر جونفي، تحدي الاساسيات. وش هما الاساسيات اخواتي؟ شمال هما عندي ان شاء الله بحول الله، خاصني نزيد نشري الزيت، خاصني نجيب السكر، خاصني طماطم كما قلت لكم اخواتي مفيده، ما طيبش غير عائلتها الصغيره، يعني يجوني الضياف اكيد غادي نستهلك زيت اكثر، غادي نستهلك سكر اكثر، غادي نستهلك طماطم اكثر، غادي يعني على حسب عدد الاشخاص، مرات يكونوا خمسه مرات يكونوا سبعه، كل مره كيفاه. فلهذا اخواتي غادي نحتاج مصاريف اخرى ان شاء الله يا ربي يتقبلها منا فقط. هذا هو الهدف الاسمى تاعنا من هذا الشيء اللي رانا نديرو فيه، اضافه الفيديو اخواتي. يا اخواتي ادعوا لي بالخير فقط، دعوا لي ربي يعطيني صحتي فقط اخواتي، دعوا لي يحفظ لي زوجي وليداتي، دعوا لي بالرحمه لبويا، ربي يحفظكم يعطي الصحه لاميمتي، دعوا لي بالخير اخواتي، وما تنسونيش من تشجيعاتكم فقط، يعني هذا الشيء اللي نتمنى، نتمنى ان شاء الله كي تستفادوا ولا كي تطبقوا حاجه دعوا لي فقط وقولوا الله يرحم الوالدين اللي جابوها وفقط، يعني هذه فقط بين قوسين، كل شيء اللي كيما نقولوا حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى. ثانيتها حاجه قلت لكم المصاريف المصاريف المصاريف، فهذوك المصاريف نحاول نسموها ترشيد المصاريف من الاول، تقسيم هذاك الشيء من الاول. اذا شهر جونفي شوالا هو تحدي الاساسيات، نشري فيه تو سكي اساسي، نشري الزيت، نشري السكر، الملح، الطوماطيس، الفريك، الشوربه، القهوه، لاتاي، الخل، المزهر، الفارينه، السميد، الحليب، حليب بودره يعني اللحظه نحتاجوها للخبز، نحتاجوها لبزاف تاع الامور، نشري الكسكس، طعام مثلا خاصني السفه باش نقلي السفه، يعني نشوف زعما حاجه الاخر ونخدم بها السفه مقليه ان شاء الله، موجوده على القناه اخواتي، كل شيء راه موجود. نحتاج السمن، نحتاج المارغارين، مارغارين التوريق، نحتاج الزيت زيتون، نحتاج الزيتون تاع البيدو، نحتاج مثلا الروز، يعني هذه الامور كلها نحتاجها كأساسيات، نحاول نقلع عليا على الأقل مثلا بيدو تاع الزيت، السكر، عفسة، إضافة للشيء اللي راه عندي، يعني إضافة لقضيان الشهر هذا، قضيان الشهر هذا ماشي قضيان الشهر، نقضي قضياني تاع الشهر ونزيد نشري هاد الأمور. كي غادي ندير؟ كي غادي يكفوني الدراهم؟ إن شاء الله لما نشري قضيان الشهر غادي تشوفوا كيفاه، لأنه مفيدة أختكم قلعت بزاف صوالح، بزاف بزاف صوالح
سي إليميني من لا ليست داشا تاعي، خلاص حذفتهم تماما من القضيه نتاع الشهر. لماذا؟ لاني اني مبازي على امور اخرى، عندي صوالح اخرى مبازي عليهم، فلهذا تلقوني نركز بزاف على شهر رمضان، شهر جونفي ان شاء الله. وكي نشري هاد الامور كلها تاع رمضان ان شاء الله الاساسيات نشاركهم معكم. فيفري غادي نفوتوا لتحدي الكماليات، نشاركها معكم ان شاء الله شهر مارس حتى نلحقوا لشهر رمضان ان شاء الله، وتعرفوا اش غادي نديروا. الشهر الثاني اللي هو شهر فيفري بحول الله تعالى راهو جاي باذن الله، اش غادي نديروا؟ غادي نديروا تحدي الكماليات. شنو هما الكماليات؟ غادي نشرو الطون مثلا، نشرو شامبينيون، نشرو المايس، نشرو المشمش، البرقوق، الزبيب، العسل، نشري المكسرات، نجيب شويه شويه معليش نزوق بهم هكا، نجيب الاجبان، نجيب نقدروا في هذه المرحله نصبروا ونجمدوا بعض الخضار الموسميه. هذه هي باش ما يبطاوش عندنا. كاين اخوات سقساوني هذه 5 شهور قالوا لي مفيده نبداو نصبروا ونجمدوا. لا اخواتي، قلت لكم كل حاجه وقتها، وعطيت لكم القانون تاع التجميد، وكل ما تبطا المواد في المجمد كل ما تطول تفقد القيمه وتفقد النكهه تاعها. احنا ما خصناش مواد تفقد النكهه تاعها. نفس الشيء بالنسبه للحوم، كل حاجه في وقتها. عندي نجمد بعض الخضار مثلا، عندي الفواكه الموسميه نحاول نستغل دوكا وقت البرتقال المندرين هنا في هذا فيفري. تقدروا تجمدوا، تقدروا تجمدوا تشينا، تقدروا تجمدوا الاخر، لكن في الان من اليوم من هذه الدقيقه اللي كنت تسمعوا في الفيديو تقدروا تخدموا المصبرات. تصبير كما قلت لكم، مركز البرتقال، مركز المندرين، مركز كذا موجودين على القناه، هادو كل شيء موجود على القناه تقدروا ديروه من الان، لكن التجميد خلوه حتى شهر فيفري يبان لي افضل وافضل. عندنا كذلك نقد نشري الفلان، نقد نشري الكريم باتيسير، ونقدر نشري الكريم شونتيي ولا بودره الشونتيي في شهر فيفري. نقلع عليا كاع الكماليات، نقضي قضياني تاع الشهر، خلاص المواد الاساسيه تهنيت منهم، خلاص قضياني تاع الشهر. راني نشري عادي الزيت السكر تاعي عادي تاع الشهر، شحال يكفيني للشهر، لكن نحاول نتقشى في قدر الامكان، نقتصد باش نجيب شويه تاع الكماليات هادو ونخبيهم، ماشي للشهر، ماشي باش ناكلهم في شهر فيفري، لا باش ندسهم رمضان ان شاء الله في شهر افريل اذا احياني وإياكم الله ان شاء الله. شهر مارس عندنا تحدي اللحوم والاسماك والتوابل. شنو غادي نديروا في هذا الشهر؟ غادي نبازو على اللحوم. بغيتوا تجمدوا كما انا ان شاء الله، انا نجمد اخواتي، وما غاديش يبطل اللحم في المجمد، غادي نجمده في مارس، غادي ناكله في افريل ان شاء الله بحول الله. فشنو غادي ندير؟ على الاقل نتقلع عليا لحم الشوربه، كما تعرفوا الشوربه فريك تبغي شويه لحم، هاكا مدسم لحم خروف، ولا نجيب شويه لحم نقلعه نوخره، نجيب دجاجه ولا زوج ولا ثلاثه ولا ونوخرهم، نجيب السمك ونوخره عليا على الاقل كيلو ولا عفسه ولا سا ديبون، كل واحد وظروفه، كل واحد وش يبغي ياكل، كل واحد وش عنده، كاين اللي يوكل غير العائله، كاين اللي يوكل الضياف، كاين اللي يوكل الجوارين، كل واحد وش عنده، وكاين كذلك اللي يكتفي بالشيء اللي كتبه الله فقط. بالنسبه لتوابل رمضان، وهذا ما يعنيش انه هذه الامور كتوجدي مش مكتوب الله، لانه هذا كذلك توفيق من الله وشي كتبه الله سبحانه وتعالى ومقدر عنده. نفس الشيء بالنسبه للتوابل تاع رمضان، نقدروا نشرو التوابل. كما قلت لكم انا ننصح دائما بالتوابل الصلبه، الشيء اللي مطحونه اني نشروها هنا. اذا كنتم نتوما مثلا قلعتوا عليكم في شهر اللي من قبل اللي هو شهر فيفري قلعتوا شويه تاع التوابل، ولا في شهر جونفي قلعتوا التوابل، الافضل انكم تجيبوهم صلبه ما تجيبوهمش طريين، لكن هنا في شهر مارس عادي جدا انكم تجيبوهم مطحونين، فقط احتفظوا بهم في المجمد باش يبقى فيهم النكهه تاعهم. كذلك بالنسبه للحم الطاجين وغيرها، يعني كاع اللحوم اللي نقدروا نجيبوهم، الاسماك والتوابل نحاول نقلعهم عليا في شهر مارس، باه كي يدخل عليا رمضان بحول الله تعالى اللي هو في شهر افريل. يعني داير لكم هنا رمضان مبارك ان شاء الله، غادي يدخل علينا بالخير والصحه والستر والبركه بحول الله تعالى، ربي يتقبله فقط في هذا الشهر. واش غادي ندير الخاصه تاع هذاك الشهر؟ لانه غادي يجي في اول الشهر شهر رمضان، اذا لاباي غادي تجينا مع نص تاع رمضان ان شاء الله، فالاقل يكون عندي هذا بالنسبه ليا وبالنسبه كاع الاخوات صحابات 18. ف تقدوا تشرو كاع هاد الامور قبل كي يلحق عليكم افريل ويدخل علينا شهر رمضان بحول الله تعالى. لاباي هذيك نخلوها الملابس العيد مثلا،
نشرو بها نكسو بها وليداتنا، ماناش اوبليجي باش نشرو القضيان، اضافه الى التفتوفات هذوك تاع كل يوم مباركته، كل يوم شا غادي نحتاجو، يعني لازم يكون فيها الحليب، يكون فيها البيض. يعني هنا دايره لكم العطور البخور، من داك نشري شويه عطور شي بخور، قالي تبغي تجيب هكا حاجه تاع ديكور، حاجه تاع مواعين، حاجه تاع عفسه، اني نعطيكم كاع الاقتراحات وانتم كل واحد وظروفه. انا بالنسبه ليا نحتاج الحليب، ما نقدش نشريه من قبل، نجيب الحليب على جال الفلون، على جال الديسير، على جال العفسه. نحتاج البيض، ما نقدش نجيبه من قبل. نحتاج الفواكه في هذاك النهار ولا نهارات اللي الاخر تاع ديك لا سيمين، نجيب الفواكه. نحتاج الحشيش، قزبر، معدنوس، هذوك الامور نحتاجوهم ديما في رمضان. مرات نحتاجو الديول، اذا ما كانش عندي الصحه باش نخدم الديول من قبل، فنحتاج الديول، نشريهم تقريبا كل يوم يومين نشري الديول. نحتاج انني نوجد امور اخرى اللي بيناتها جدول افطارات رمضان. كاين تقولي لا ما نوجدهش من قبل، اخواتي انا اوبليجي نوجده ونرتبط به. لماذا؟ لان عندي ضياف طول شهر رمضان لازم عليا، فلهذا الشيء نوجد جدول الافطارات وننصحكم به. يعني الاخوات اللي باغين يمشوا على سيستم ما يخرجوش عليه، ننصحكم جدول افطارات رمضان. ان شاء الله نتمنى فهمتوا التحدي تاع مفيده رمضان. غادي نبدا معكم هذا الشهر ان شاء الله تحدي الاساسيات. الاخوات اللي بغاو يبداو معايا يخلوا لي في التعليقات، يكتبوا لي شكون هما. ما تنساونيش من لايكاتكم اخواتي ودعاوي الخير تاعكم، اكتبوا لي الاخر تاعكم، انتوما منين، واسكو غادي تبداو معايا التحدي باش ان شاء الله نشاركه معكم. تحياتي ليكم، نلقاكم في فيديو اخر. السلام عليكم.